يعني كيفاش راك تعيش الفرحه اليوم؟ واش تحب نقول لك؟ فرحه كبيره واش تحب نقول خويا؟ الحمد لله باقي لي ولد تسمى الولد سلامات، فهمت كيفاش؟ وان شاء الله نطلبوا ان شاء الله من الدوله هذه تاخذ موقف من هذا اللعب ولا لعب، تاخذ موقف. ونشكروا بزاف الدرك الوطني على الشيء اللي داروا. عمر مريم سمعت، وان شاء الله يا ربي، والله ان شاء الله بنقول لك حاجه، فرح هذا ولد وليدنا ماهوش ولد يا رجال، هذا ولد كاع الشعب الجزائري، ورانا فرحانين بزاف. وان شاء الله قلت لك ان شاء الله الدوله تاخذ بصرامه هذه الحكايه هذه. كيف الصرامه يعني؟ في ما كاش اللي يدير حوايج كيما دا يموت، ربي قال لك يموت. يعني تجميد حكم الاعدام يعني يساهم في اختطاف. تاع صح، لازم هكذا، لازم ديسيزيون هكذا، هذا ما كان. ميرسي عليك.